ومعنا من ستيبان ناكيرت وزير خارجية إقليم ناغورنو كاراباخ كارين ميرزويان. أهلا بك سيد كارين معنا في سكاي نيوز عربية. بداية، لماذا تجددت هذه الاشتباكات بعد هدوء دام نحو 20 عاما؟ مساء الخير، مرحبا. طبعا قبل كل شيء أود أن لا أتفق معك بأن طبعا كان هناك عنف، وخاصة خلال 20 سنة الماضية. فأنت تعلمين بأنه في 1994 بعد وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ، أذربيجان كانت لا تزال تواصل خلق توترات وعلى حدود التماس، وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية بدءا من 2014 كانت هناك كثير من الشائعات هناك من الجهة الأرمينية وفي ناغورني كاراباخ وفي جمهورية أرمينيا، وأيضا من خلال الوسطاء الدوليين العديد طبعا دعوا الطرف الأذري بأن يوقف هذه السياسات الاستفزازية، ودعونا، كان هناك أسلحة ثقيلة هناك وكانوا يضعونها على الحدود، ولكن طبعا كل هذه الأفكار وكل هذه الدعوات لم يصغ إليها الجانب الأذري. وهذه السنة وفي هذا الشهر في أبريل، في 2 أبريل، الأذريون شنوا أو صعدوا من التوتر في الجهات الحدودية بين القوات الأذرية وبين قوات ناغورني كاراباخ، واستعملوا أيضا الطائرات العسكرية والأسلحة الثقيلة، وأطلقوا صواريخ ليس فقط على المناطق الغربية من ناغورني كاراباخ، ولكن أيضا على المناطق الأهلة بالسكان، والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا. ولكن طبعا النزاع لا يزال قائما في خطوط التماس بين ناغورني كاراباخ وأذربيجان، وحتى في هذا الصباح ونحن نتحدث. نعم، هل هنالك اليوم اتصالات بينكم وبين الجانب الأذري ربما للحد من هذا التوتر الحاصل؟ Did you have any... لا، للأسف هناك نقص. هنا في التواصل، والذي طبعا قد رفضوه ورفضوا أي فكرة ل لأن يكون هناك تواصل بين أطراف النزاع، وأي فكرة والتي طبعا هذه الأفكار التي تهدف إلى إجراء مفاوضات سلمية. نعم، هل أنتم مدعوون للاجتماع الذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا، وما هو جدول أعماله؟ اليوم في هذه اللحظة في فيينا، في المركز هناك في الأمن والتعاون الأوروبي، هناك اجتماع، وطبعا هذا هناك جلسة مخصصة لمنطقتنا، ولكننا لسنا هناك. هناك مشكلة، وهي مشكلة رئيسية والتي خلقت كل هذا أو تعرقل المفاوضات بشأن ناغورني كاراباخ. فحينما بدأ النزاع منذ 1998 فإن ناغورني كاراباخ كانت جزءا في مسار المفاوضات، ولكن للأسف بعد 1998 خرجنا من المفاوضات أو خرج الأذريون، وهذا خلق توترا وجعل على مهمة الوسطاء صعبة حتى تكون هناك مفاوضات طبيعية. نعم سيد كارين، يعني البعض يصف التوتر الحاصل في ناغورنو كاراباخ وكأنه نتيجة الصراع الإقليمي والتوتر بين روسيا وإيران من جهة وتركيا من جهة أخرى، ويتجلى في اليوم في ناغورنو كاراباخ، ما رأيك؟
أعتقد بأنها معركة بين دولة ديمقراطية جمهورية وبين ديكتاتورية أذربيجان. شكرا لك، كنت معنا من ستيبانا كاريرت وزير خارجية إقليم ناغورنو كاراباخ كارين ميرزويان، شكرا جزيلا لك.